أيامك خير الأيام يا رمضان، يا شهر الصيام وقيام يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. نرحب بكم أعزائي المشاهدين ونبارك لكم حلول الشهر الفضيل، ونتمنى من الله عز وجل أن يتقبل أعمالكم وأن يقبل صيامكم وطاعاتكم. وأيضا نرحب بضيوفنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. وما زلنا مع خطبة النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. فهنا النبي صلى الله عليه وآله يحث على تلاوة كتاب الله عز وجل، ثم قال في ثواب من قرأ القرآن في هذا الشهر الفضيل: ومن تلا آية من القرآن كان له أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. القراءة في هذا الشهر الفضيل لها ثواب عظيم عند الله عز وجل. وأيضا ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في فضل ثواب قراءة القرآن وإحيائه في هذا الشهر الفضيل أنه قال: أن لكل شيء ربيعة، وربيع القرآن شهر رمضان. فهذا الشهر الفضيل هو ربيع يحيي القرآن. شيخنا، ما معنى ربيع القرآن؟ أحسنت. من اللي يقدر يجاوبنا؟ أخوكم عباس. بلي، تفضل. ربيع الشيء الوقت الذي يزدهر به. أحسنت، أحسنت يا سيد. أجاب السيد، يقول إنه ربيع الشيء هو الوقت اللي يزدهر به ويكون بأحسن حالاته. فإن القرآن في بعض الأشهر يهجر من بعض الناس، فيأتي شهر رمضان ليحيي هذا القرآن ويجعله كالأشجار التي تذبل في بقية الأشهر، فيأتي الربيع لتزدهر فيه. وكذلك القرآن يزدهر في هذا الشهر الفضيل ويكون بأحسن، ويتلى بأحسن صوت، ويكون أجره أجر الآية الواحدة كثواب من ختم القرآن في غيره من الأشهر. وبهذا ينتهي حديثنا لهذا اليوم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيامك خير الأيام يا رمضان، يا شهر الصيام وقيام.